شيخ الأزهر وسد النهضة وبيانه في الأمم المتحدة، هو ده موضوع حلقة النهضة. السادة المشاهدين أهلا بكم. طبعا سد النهضة ملف خطير جدا. مؤخرا كان الشيخ الأزهر في مؤتمر عن البيئة خاص بالأمم المتحدة، وقال فيه كلمته وكلم عن علاقة الإسلام بالبيئة بشكل أو بآخر يعني، ويعني حوت كده على موضوع سد النهضة، ويتكلم إن الماء يعني الناس شركاء في الماء، وإن الأديان كلها اتكلم باسم الأديان كلها، لأن طبعا مش هتكلم باسم الإسلام لأن احنا بنتكلم عن أبي أحمد ده مسيحي إنجيلي متطرف بتاع أثيوبيا. فبيقول وجهة نظر الدين، وبيقول ما ينفعش اللي بيعمله أثيوبيا بشكل أو بآخر، يعني ما قالش أثيوبيا بالاسم، ولكن قال إن الأديان كلها بتمنع الاحتكار بهذا الشكل، وإن المفروض الموارد الطبيعية دي ربنا اللي خلقها وإنها ملك الجميع وما ينفعش حد يحتكرها. ماشي. السادة الأجلاء، من أمس ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة، ما ظهر حديثا من ادعاء ملكية بعض المواد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى. إن الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه يحكم حكما صريحا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكا لفرد أو أفراد أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد أو ذاك. ويأتي الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس أو دولة دون دول أخرى. فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى وتصرف من المانع فيما لا يملك. وسبب هذا المنع المتشدد هو أن الله تعالى لما جعل الماء هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته وبإنزاله من السماء إلى الأرض وجعله حقا مشتركا بين عباده، وأن أحدا من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق التصرف المالك في ملكه، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وأن من يستبيح ذلك ظالم ومعتد، يجب على الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض. شيخ الأزهر كلام كويس، كلام جميل، وإن كان متأخرا، وإن كنت أنا أيضا المشكلتنا مش إحنا مش محتاجين فتوى دينية عشان نحافظ على الأمن القومي بتاعنا، يعني ده اعتراضي الوحيد، اعتراضي على تأخره، إنما من حقه كزعيم ديني يتكلم باسم السياسة، إنما في النهاية إحنا مش محتاجين فتوى دينية عشان نحدد الأمن القومي بتاعنا. اللي يقول الرأي مش الفقه، اللي يقول الرأي خبراء الرأي. في إجماع خبراء الرأي إن هذا السد خطر، هو الاختلاف على مستوى الخطر. ناس بتقول هو خطر كبير جدا، وبيتكلموا عن قنبلة مائية ممكن تهلك الحرس والنسل وممكن تموت عشرات الملايين في مصر في أقصى خطورته، وفي أقل خطورة إن احنا بنتكلم عن بوار أرض وتشريد فلاحين وضعف اقتصادي لمصر بشكل كبير، لأننا هنفقد زراعة وهنضطر نشتري المية، وربما هنصرف أموال ضخمة جدا على تحرير مياه البحر أو إعادة معالجة مية الصرف أو ما شابه ذلك. فإذا الخطورة مفيش اختلاف عليها،
هو التباين في مستوى الخطورة، وإن كان لو وصلوا الحجم اللي هم بيتكلموا عليه 74 مليار بيتكلموا إن الخطورة كبيرة جدا. زي ما قلت اللي يحدد الأمن القومي هم خبراء الرأي، وزي ما قلت إن في إجماع لخبراء الرأي إن في خطر، ولكن هو الاختلاف دايما على مستوى الخطر وقيمته. مع تعنت السوبر الكبير على مدار العشر سنوات اللي فاتوا، الموضوع طبعا تعصد النهضة ده مش حديث، مطروح من 2010 او 2011 وربما بدأ التنفيذ فعليا بعد اتفاقية المبادئ في 2015، واحنا بنتكلم عن وصل 5.5 مليار متر مكعب وبيكملوا المرحلة الثانية اللي هي ربما كان عايزينها 13 لان مش قادرين ال 13 بيتكلموا في 4. المهم في النهايه احنا بنتكلم عن مراحل لاحقه، وكلام الخبراء بيقولوا ان الموضوع بقى ربما يصبح ضرب السد بعد الملء الثاني عمليه صعبه. طبعا زي ما قلت انا ما عنديش خبره، الخبراء يتكلموا. موضوع حتى المواجهه العسكريه برضو يحددها الخبراء العسكريين، لان في كلام هل هم فعلا عندهم دفاعات جويه توقع الطيارات بتاعتنا لو هجمت؟ انا ما اعرفش، الخبراء العسكريين اللي يتكلموا. هل لو زحفنا بري السودان هتوافق؟ احنا هنعدي بري على السودان، وبرضه مدى استعداداتهم او مدى دفاعاتهم ايه، وعلاقه الصين بالموضوع وعلاقه اسرائيل بالموضوع وعلاقه الدنيا بالموضوع ايه، وامريكا اللي كانت بتتكلم محدش يحل حلول عسكريه، او اوروبا اللي بتقول ما يحلش حلول عسكريه. طيب لو عملنا عمليه مخابراتيه نوعيه تنفع ولا ما تنفعش؟ انا ما اعرفش، الخبراء يتكلموا. برضه لو حاولنا نستغل الصراع الطائفي تجراي وبني شنقول ونغذيه او ندعمه بحيث يحصل انقسام داخل دوله اثيوبيا، يعني انا ما اعرفش، بس المفروض نعرف، يعني المفروض نعرف، يعني دي قضيه مهمه جدا والمفروض الاعلام يهتم بيها. ما ينفعش الاعلام يبقى مركز على استضافه، احنا في 30 مسلسل اتعملوا في رمضان، نقعد بقى نستضيف الفنانين دول والفنانين، يعني انا ما عنديش مشكله انهم يستضيفوا فنانين، بس يبقى كل الاعلام استضافه فنانين او الكلام عن الكوره او الكلام عن حتى الانجازات والكباري، ماشي يعمل كل ده، بس لازم الاعلام يبين للشعب، وده الاعلام في كل العالم، قضيه خطيره زي كده بيناقشها، بيجيبوا خبراء ويدور الحوار ويدور النقاش، سواء من الناحيه العسكريه سواء من ناحية الفنية وموضوع الرأي. طب الأمن القومي إيه علاقته؟ ماشي ربما الأمن القومي يحط خطوط حمراء، إحنا في النهاية بنتكلم عن خبراء عسكريين بيتكلموا، بس يوضحوا الصورة بحيث يبقى الشعب مؤهل، إيه المخاطر، إيه اللي نقدر نعمله، إيه اللي ما نقدرش نعمله. وزي ما قلت يكلم الشيخ الأزهر كزعيم سياسي، ما هو في النهاية هو مسؤول ديني أو زعيم ديني، بس في النهاية منصبه ليه تأثير سياسي، يعني في النهاية هو الشيخ الأزهر مش في العالم العربي بس أو في العالم المسلم كله. فمفيش مانع ان هو يدعم الدولة المصرية ويقول وجهة نظره كزعيم سياسي وديني في نفس الوقت. فالفكرة الأساسية زي ما قلت ان هو المفروض ان الشعب يعرف، ويبقى في نقاش على مستوى الإعلام بشكل أكبر من كده. ما ينفعش الإعلام يكون واحد في سكة تانية خالص، وكأن الموضوع ما يعني مش مهم، لأن زي ما قلنا الحاجة للمعلومات واحتياج إنساني مباشر ولحظي، في دايما احتياج للمعلومات. لو الاعلام الرسمي او الحكومي او الخاص اللي موجود داخل مصر ما قدمش المعلومات، الناس هتذهب لمنصات اخرى ربما تاخذ معلومات مغلوطه او مبالغ فيها. فكان في الفتره اللي فاتت دي كان المفروض، او حتى في الفتره اللي جايه، يبدا النقاش حوالين الموضوع بشكل او باخر، بحيث حتى لو الدوله المصريه اتخذت قرار الشعب يكون واقف وراها، لان الموضوع ده ما ينفعش بقى يبقى فيه معارضه وموالاه. ممكن المعارضة والمولاي يختلف وقف الضرائب في التموين في الصحة في التعليم، يبقى فيه أراء مولاة وأراء معارضة والدنيا رايحة جاية. إنما في قضايا الأمن القومي وقضايا تخص مصر كلها دي ما ينفعش فيها معارضة ومولاة. المفروض كل البلد تبقى يد واحدة، وعشان تبقى يد واحدة لازم يبقى فيه معلومات بتقدم من الإعلام الرسمي وربما استضافة للرسميين سواء وزير الري أو غيره أو رئيس الوزراء أو حتى خبراء عسكريين، ويبقى في رأي ورأي آخر وناس تفهم الموضوع ويقولوا الصورة الكاملة للناس. مع الوقت الناس تتفاعل، يبقى ممكن يبقى في ساعة فن، في ساعة كذا، في ساعة كذا، إن ما ينفعش الإعلام كله يبقى راح في سكة تانية، والناس محتاجة معلومات، محتاجة تعرف، محتاجة تطمن، لأن الرسائل العكسية اللي جاية رسائل في منتهى الخطورة تأثر على الاقتصاد. فما نتركش الناس نهبا للسوشيال ميديا ولكلام ربما يكون مبالغ فيه. محتاجين المنصات بتاعتنا تكون
أكثر جدية. احنا في موقف ليس سهلا، وزي ما قلت إسرائيل متآمرة، وربما يكون في إرادة لنزع استقلالية مصر، لأن ربما طبقا لكلام الخبراء أو بعض الخبراء ربما يكون في آراء أخرى إن اكتمال السد ده هيجعل استقلالية مصر ضعيفة أو غير مستقلة أو تحت التهديد الدائم. وعلى مدار العقود القادمة كلها، يعني أي رئيس بقى جاي جديد حل مشكلته الاقتصادية هيبقى فيه تاني الحنفية فوقه، وفي التهديد وفي التركيع، وهتفقد استقلاليتك، وربما الانقسام الحاد ده يودي لتقسيم مصر. يعني في رغبة بعد ما تفككت سوريا والعراق وليبيا، حتى الآن مش عارفة تعمل توحد، يعني صفوفها ما زالت متعسرة، يعني ما فيش إلا مصر اللي هي ما زالت متماسكة، لأن ما فيهاش عرقيات، ما فيهاش طائفية. إنما موضوع سد النهضة ده في منتهى الخطورة، ربما يهدد أمن واستقرار واستقلالية ووحدة مصر. الموضوع ليس هينا، وحق الأجيال القادمة علينا إن إحنا نقف وقفة واحدة، حكومة ومعارضة وموالاة وكله مع بعضه، ونحاول نشوف أفضل الحلول وأقل الخسائر في اللحظة الراهنة، بعيدا بقى عن اللي حصل في الماضي. حد شايف إيه الأخطاء اللي حصلت؟ مش وقت تقييم الأخطاء اللي حدثت في الفترة الماضية، هل هي 2010 2009 2011 2015، مش هو ده الموضوع. احنا في اللحظة الراهنة وفي المستجدات وفي الوضع الراهن، كله يقف مع بعضه عشان نشوف أقل الخسائر وأكبر قدر ممكن نحصده لتحقيق، يعني للحفاظ على أمن القوم المصري والحفاظ على الأجيال القادمة. زي ما قلنا مصر تتكلم هتبقى 120 مليون، هتبقى 150 مليون، فاحنا بنتكلم عن شعب ضخم جدا، وهو عنده فقر مائي. ال 55 مليار ما كانوش بيكفوش أصلا ال 100 مليار كزراعة وك مية شرب أو استخدام منزلي وما شابه ذلك. فالموضوع أعتقد أن هو خطير، وربنا يستر على مصر، وان شاء الله يحل هذه المشكله من عنده. امين يا رب العالمين. ده موضوع حلقه النهارده، وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه.